ومشاهدينا الكرام، قضية الفلك والمواقيت والأهلة هاي قضية يعني كبيرة وبدها معلومات وبدها بحث وبدها تدقيق، لكن قضية هامة جدا في حياتنا هي قضية الفلك، النجوم، الكواكب. كتير بنسمع انه في إلها تأثيرات في حياتنا على شخصيتنا، على انعكاسنا. بنسمع انه حركة الكواكب والنجوم ممكن تأثر على شخصيتنا احنا كبشر، على سلوكنا، فعلشان هيك ممكن نشوف واحد عنيف، واحد زعلان، واحد فرحان. هذا علميا الكلام صحيح ولا لا؟ فاسمحونا نرحب في البداية بالفلكي عماد مجاهد. أهلا وسهلا فيك عماد، وحضرتك رئيس للأهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاء. أهلا وسهلا فيك. بدنا ننوه أليكس، اسمحي لي حتى ما يختلط على المشاهدين، نحن لا نتحدث عن تنجيم لا طبعا أو توقعات أو من هذا الكلام، نتحدث من منطلق علمي، لأنه عماد فلكي معروف وعن دراسة، وبالتالي الدليل على ذلك بأنه بيعمل في دائرة الأهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاء. صحيح. صباح الخير. صباح الخير. طبعا قبل شوي كنا مباشر من رم، وانت يعني قاعد هيك وعم تحكي لنا، بتقول يعني أنا بالنسبة إلي وادي رم شيء رائع، لأنه طبعاً من خلال وادي رم أنت بتروح هناك صحيح. وبتشوف النجوم وبتشوف الكواكب. احكي لنا هيك، قلت حابب كتير تحكي عن وادي رم وتحكي للسادة المشاهدين قديش أجواءها رائعة. صحيح. طبعاً صباح الخير. صباح الخير. وأشكركم جداً دكتورة لانا وست أليكس على هالاستضافة وتزول الأردني طبعاً. ويعني صراحة صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا. وصراحة أنا لما دخلت الاستوديو شفت التقرير عن الخزعلي. فانت كنت معنا ومش معنا. انا صراحه شفتوني انت صراحه شوي وطلعت على الشاشه، لانه يعني انا شخصيا كعماد اذا بدي اجمل منطقه اروح فيها يمكن على سطح الكره الارضيه منطقه رم صراحه، وكمان بكون فيها يمكن واضح حركه النجوم. هذه هي اكثر والله، هي اللي بتجمع بين الارض، الطبيعه الارض والطبيعه بالسماء. يعني لا تحكوا لي والله مناطق شلالات ومي وغابات و و و يعني انا بروح على غابه يومين، يوم ساعه ساعتين خلاص بكيف على المنظر وبعدين خلاص بصير عادي. رم لا، لو كل يوم تروحي على وادي رم وتعيشي الجو الساحر تبع وادي رم ولا يمكن تتمني الساعة اللي ترجع فيها. وكتير ببين فيها رصد النجوم. أنا طبعا رم بعشقها مش بس على الطبيعة، لأنه سحر رم أحلى. يمكن طبعا بالنهار تشوفي جبال وتشوفي طبعا سحر 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 بكل معنى الكلمة. يمكن لو يجي أقوى الشعراء في التاريخ ما أعتقد أنه بيستطيع يعبر عن وادي رم. سماء هلي مختلف ليلا عن باقي، يعني إحنا حلو الموضوع عليك أنه إجاب الصدفة. أحمد أبو حماد موجود الآن في رم وأعطانا مرتين يعني مباشر من هناك، بس ليه سحر وادي رم في الليل؟ سماءها شو بيختلف عن منطقة؟ هي يعني طبيعة المنطقة دكتورة لانا، يعني أولا منطقة رم بعيدة عن التلوث. الآن هو محمية وادي رم، وهذا يعني يسجل للجميع بكل حمد الطبيعة لسلطة إقليم العقبة صراحة، لأنه يعني طبعا عرفوا أنه هاي منطقة يعني بيئية مميزة جدا في العالم، فيجب أنها تكون محمية، وبالفعل أصبحت محمية. الآن في قيود لدخولها مش فوضى، يعني حتى نحافظ على البيئة تبعت وادي رم. فوادي رم بعيدة كل بعد عن التلوث، ما في سيارات تدخلها إلا ضمن قيود صحيح محددة اللي تنقل السائح بس تعرف على المناطق. ما في مصانع، ما في إضاءة، يعني هاي الإضاءة بنسميها تلوث ضوئي. يعني البيوت والشوارع والعمارات، احنا بعمان ما بنشوف السماء صحيح. لما تروح على منطقة عتبة يعني بصراحة أهل عمان لما بدخلوا رم وتعتب الدنيا ويشوفوا السماء أول ما بيحكوا واو صح صح من سحره صح. يعني احنا بتذكر بال 99 لما رصدنا شهب الاسديات، اعلنت انا في الاتحاد الفلكي الدولي وفي وكاله ناسا انه عاملين رصد للشهب اللي حتكون مميزه جدا في وادي رم. لما نزلنا على وادي رم كانوا هدول في العالم والناس في امريكا الجنوبيه حجزوا وسبقونا على وادي رم قبل ما ننزل احنا. شوف شو يعني الأردن. سحر. فلما كانت تنظر الشهب يعني طول الليل ما حد يحكي مع الثاني، بس يطلعوا بالسماء، وكل ما يطلع الشهاب يصرخوا ويصيحوا من هول يعني من جمال المنظر. فوادي رم احنا عندنا عندنا نعم صراحة، يعني الحمد لله عندنا نعم. يمكن أنا بعتقدها بعتبر يمكن أهم البترول صراحة يعني. أكيد. أستاذ عماد، الأهلة والمواقيت، أول شيء بدنا نقول ألف مبروك كتابك الجديد. الله يبارك. كلنا عن هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب أنا فكرت فيه بصراحة مظبوط لما بديت، لما انتقلت من الأصعدة الجوية لدائرة قاضي القضاء، وشعرت إنه كم من ناس بتهمها موضوع الهلال، تعرفوا هلال رمضان صحيح. صيام رمضان وشوال، وللأسف ما في كتب مرجع باللغة العربية بيحكي عن كيف تصل الهلال لكل الشهور لسنوات قادمة. نعم.
ناس كثير مهتمين ترى في الاردن وفي العالم الاسلامي. طب انا بدي اصور الهلال، الهلال وين بيكون موجود؟ متى اصلا؟ كيف بقدر اشوفه؟ يعني بتعرف في هاي ثقافه فلكيه يمكن مش شائعه عند الناس. صح. فبالاضافه لمعلومات كمان علميه مش يعني متوزعه مش واضحه. فحبيت انه اعمل كتاب بيجمع بين الشرع وبين الفلك. رائع. ويشرح كيف احنا نصد الهلال لسنوات قادمه. طبعا الكتاب بيغطي كل العالم، اخذت من اليابان طوكيو لاسلام اباد في باكستان، اخذت الدوحه في قطر، مكه المكرمه بانها طبعا قبله طبعاً المسلمين طبعاً. عمان طبعا، عمان اللي هو مسجد الملك حسين طيب الله ثراه في الحداقه الحسين الموقع الجغرافي. نعم. اخذت القاهره، اخذت صنعاء في اليمن لانه هذه مهمه جدا ناخذ شمال وجنوب، اخذت موسكو، اخذت القاهره، بعدين اخذت المغرب مراكش، بعدين اخذت اللي هي جنوب افريقيا جوهانسبرغ بالاضافه لواشنطن. هلا هذه المناطق الدول لما احنا لما اخذ جدول احط فيها المعلومات لرمضان وشوال والشهور بيستطيع المسلم ياخذ فكره كيف امكانيه رؤيه الهلال. طيب هل هذا بيعطينا مثلا احنا ما وصلنا لمرحله بانه نعرف من الان مثلا على سبيل المثال انه شهر رمضان بيجي في هي بنضلنا لا فلكيا طبعا فلكيا انا بحكي فلكيا فلكيا هلا هذا الكلام وهذا الاثبات العلمي والبحث العلمي بيساعد بانه نعرف على سبيل المثال نتوقع انه في اليوم الفلاني في التاريخ على سبيل المثال صحيح. احكي ولا ما احكي؟ لا احكي خذ راحتك. 27/5 مثلا كما اعلن يعني الناس كثير اعلنوا بالواتساب انه رمضان صحيح. باذن الله هذا بيساعدنا يعني الان احنا مواقيت الصلاه يعني انا كل يوم وبحط مزول اذن الظهر احكي للائمه في الاردن يلا اذنوا الان حط الظهر كلنا بنمشي على ساعه محدده هذا من نعم الله عز وجل يعني لانه مش معقول انا بعمان شوف عمان ما شاء الله مضخمه يعني بتحكي يمكن 70 كيلو من شرقها لغربها فرضا فهي مسافه مهمه فهون بيأتي دول طبعا بالاضافه للاضاءه ما بيستطيع الان الشيخ او امام المسجد يطلع يشوف الفجر بعينه مستحيل لانه في اضاءه هاي بتغطي الفجر في ضوء الفجر صح. فعشان هيك الحساب الفلكي هون بيجي دورها انه بتساعد المسلمين في انهم يحددوا مواقيت العبادات طبعا. لكن في نقطه مهمه جدا يعني يجب اني اوصلها وهذا اللي يعني انا بحكي قرار اتخذ في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك اللي انا بتشرف عضو فيه هلا اتخذ قرار انه احنا كفلكيين بنوصل الرساله او المعلومه لصاحب القرار الشرعي لانه اللي بصوم واللي بيفطر رمضان بيفطر بالعيد هو على واللي بوقف هذا هو قرار الشرعي وليس فلكي فنحن دورنا انه نساعد صاحب القرار الشرعي نعطيه المعلومه وهو على هذا الاساس بيتخذ قراره صحيح. لانه ايضا في قرارات شرعيه ما بصير نتجاوزها وهي الاصل طبعا استاذ عماد يعني كنا عم نحكي عن تاثير النجوم والكواكب وكنا عم ننوه انه فعلا علم الفلك هو علم قديم واثبتت الدراسات انه في تاثير كثير على الطبيعه كنا عم نحكي يمكن عن القمر والمد والجزر قديش ممكن انه ياثر حضرتك حاطط بكتابك كمان الاهرامات وعلاقتها بالنجوم لتحديد موسم الفيضان فاكيد في علاقه خلنا نقول بين الكواكب والنجوم والطبيعة صحيح. وإحنا جزء من الطبيعة فهل فعلا في تأثير للنجوم والكواكب علينا ومنرجع من نوع إحنا مش موضوع تنجيم والأبراج والحكي بالغيب ومعرفة كمان الغيب. عضو الاتحاد العربي طبعاً. لعلوم الفضاء والفلك يعني صحيح. إحنا بنحكي في علم وفي دين صحيح. في شرع طبعا يعني صراحة بصراحة بصدق مش مجاملة يعني احنا بنلتقي مع فضائيات عالمية بيعملوا معنا لقاءات دائما على علم الفلك لكن مذيعاتنا بالتلفزيون الأردني بصراحة دائما منطقيين وعلميين بعيدين عن التهويل يعني مش القصد نهول فهذه أنا عم بلاحظها واقع يعني وهذا معروفة شهادة بنعتزها الله يسعدك طبعاً. الآن أنا بدي أبدأ من الآية الكريمة جواب لأليكس اللي هو الآية الكريمة بيقول في عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالنجم هداية مش أساس بحياتنا نعم. يعني كانوا زمان يعتبرون يعني اللي بيطلع اللي الراعي الغنم لما بيطلع من القبيلة تبعته صح. بالصحراء بتعرف كانت حياة بدوية بادية هلا إذا طلع وبعد شوية إذا ما بتوب بالصحراء وهي بتهدد حياته صح. وكانوا ناس كتير لحد الآن هلا الآن فالنجوم كانوا زمان يعرفوا متى ايام البرد صحيح ايام الشتاء زي الاصوات الجويه حاليا والعرب يعني كان عندهم علم معروف اسمه علم الانواء اللي هو علم اللي بتنبأ بالحاله الجويه او بالطقس
من النجوم من ساعة غروب النجوم وشروقها، بتعرفي ما كان في أقمار صناعية زي هلا. فهذا هو الهدف من النجوم اللي هو الهداية، لكن إني أربطها طبعا القمر زي ما تفضلتوا يعني بيأثر على الإنسان طبعا. الشمس بتعطينا فيتامين طبعا، فيتامين د، والأطباء بنصحوا دائما اللي عنده هشاشة عظام أو عنده ضعف إنه يعرض نفسه للشمس. أطفال بيكون معه صفار أو كذا بقول لك طلعوا للشمس شوية، فالشمس مهمة بحياتنا، لولاها ما في حياة. هلا لو بعدنا للقمر، القمر شوي له تأثير لكن حتى الآن تأثير محدود، يعني مش اللي بأثر حياتنا وسلوكنا. هلا النجوم والكواكب حتى الآن إذا أنا طبقت يعني قوانين الكون والطبيعة بتصير شبه معدومة صراحة، إنه ما إلها تأثير، ما إلها تأثير. يعني إحنا قاعدين ثلاثة مع بعض، أجسادنا بتأثر جاذبياً على بعض أكثر من كوكب المريخ علمياً. فلما بيحكوا المريخ والله في برج كذا، وإنه والله انولد الآن الطفل والمريخ في برج كذا، هيك طيب هم ما بيعرفوا إنه الطبيب اللي بيجري عملية الولادة هذا علمياً أنا بحكي، أيوة، بيأثر على هذا الجنين أكثر من الكواكب. أوف. لا هذا علميا، وزحل زحل اللي شاغل بال العالم كله. هلا صراحة هذه الكواكب والتأثيرات اللي بكتبوا عنها الأبراج الآن اللي بيحكوا عن هذه شيء تراثي قبل آلاف السنين. كيف إجا؟ من خلال عدم تفهم الإنسان القديم لطبيعة الأجرام السماوية، كانوا يعبدوا هاي الكواكب، كانت آلهة يعني يعني عندك المريخ إله الحرب كانوا يتشائموا منه، زحل إله الزراعة أو إلى، فكانوا يعني برضو كوكب نحس. عندك فينوس آلية الحب والجمال، لما يشوفوا صبية حلوة أو بنت حلوة بقولوا هذه كوكب الزهرة أو هي الزهرة في بيتها، لأنه الفينوس يعني هذه معروفة، فهي أسماء آلهة. الآن إحنا لا، الحمد لله بنعرف إن هي كواكب سيارة زيها زي كوكب الأرض بتدور حول الشمس وليست آلهة لقضائنا الآن، هذا شرك بالله عز وجل. إذن يعني هذا الكلام اللي بنسمعه خاصة على الفضائيات في بداية كل سنة، إنه برج الأسد، برج الحوت، برج ال، وأنا سبحان الله بسأله بحكي له اليوم عيد ميلادي، عيد ميلادنا اليوم. فحتى إحنا مش علميا إذا الواحد بده يفكر فيها وفي منطق أبدا هذا الكلام مش صحيح. هذا قديم، من خلال أنا حكيتها عدم تفهم الإنسان القديم لطبيعة الكواكب، لأن الآلهة كان بس إنه كلام علمي منطقي مش صح. إيش هو؟ أبراج. الأبراج موجودة، انه مثلا الناس اللي احنا لا الابراج موجوده حتى يمكن استاذ هذا كلام علميا علميا احنا الأبراج. يعني احنا الان الحمد لله كفلكيين، وعلى فكره يعني المنجم ليس له اي معلومات. يعني انا سالت مره منجم معروف، نعم، معروف على مستوى العالم ونائب رئيس الاتحاد، بيحكوا عنهم فلكيين هم ما بيحكوا منجمين، استضافونا في احدى الفضائيات المشهوره في حلقه، كنت انا الفلكي كان هو منجم، هذا المنجم بيحكي هو بيحكي حاله فلكي وانه نائب رئيس الاتحاد الدولي للفلكيين، فاكتشفت انه هو منجم، وهذا بيحكي انه تنبأ بموت الاميره ديانا لما ماتت، طلعت عنه اخبار انه هو توقع طبعا ماتت، طلعت الاخبار بعد ما ماتت الاميره ديانا مش قبل يعني. فانا سالته قلت له فسر لي، فسر لي هل ممكن، حكيته على اللايف كنا لايف وقناه يعني عالميه، فحكيت له فسر لي علميا كيف انت عمل نعم انا سالته، كنا احنا بندوي مع بعض على الهواء، فسالته يعني فسر لي علميا زحل هو سبب موت الاميره ديانا، ممكن تفسر لي هل هو عن طريق جاذبيه؟ هل هو عن طريق اشعاع؟ يعني منطقيا انا بدي افسر كيف موتها، يعني هل هو عن طريق اشعاع؟ ارسل اشعاع على الاميره ديانا، ليش ما عمل ارسلها علي انا يعني؟ ولو الكواكب ما بتفرق بين يعني شخصيات طبعا. الناس طبعا، فطبعا كان جوابه انه هذا أساطير قديمة. عماد اسمح لنا، إحنا بدنا نشكرك وإحنا بنعتز فيك إنه في عنا خبرة أردنية، إحنا بنحكي فلكي يعني فلكي بعلم، ويعني أنت لست بحاجة إلى شهادة، يعني رئيس للأهلة والمواقيت في دائرة قاضي القضاء، وهذا دليل على إنه نحن نتحدث من منطلق علمي وشرعي في هذا الموضوع. شكرا لحضورك، شكرا، وإن شاء الله الأيام تحمل للجميع الخير. شكرا لك دكتورة، شكرا، أهلا وسهلا.